بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله استناول موضوع برنامج بلغة الفرقة. قبل ما نتكلم على البرمجة لازم نعرف إن أي حاجة في الحياة تتكون من ثلاث أجزاء: مدخلات، مخرجات، معالجة. عشان نوضح ده نضرب مثال بسيط. لو تخيلنا إن إحنا عايزين نصنع رغيف عيش، فاحنا عايزين مخرج عبارة عن رغيف عيش. عشان نصنع رغيف العيش لازم ندخل الاول دقيق ومية وخميرة وحاجات تانية. فرغيف العيش ده يعتبر من المخرجات، والمية والدقيق والخميرة تعتبر من المدخلات. عشان اوصل من المدخلات للمخرجات، عشان اوصل من رغيف من الدقيق والمية والخميرة الى رغيف العيش، محتاج معالجة، اللي هي عملية ان انا عجن المية مع الدقيق وحطان الخميرة وانتظرها شوية وبعدين تصنيعها اللي هي عملية الخبز. كل دي اسمها عمليات مراجعة. نفس القصة اي برنامج كمبيوتر لازم يتكون من التلات خطوات دول: مدخلات ومعالجة ومخرجات. اول حاجة بفكر فيها هي المخرجات. انا عايز ايه؟ عايز رغيف عيش بالظبط. فده اول حاجة بفكر فيها اللي هي الايه؟ المخرجات. عشان اوصل للمخرجات دي، ايه الحاجات المتاحه ليا اللي ممكن تساعدني في ايجاد هذه المخرجات المتوفره ليا؟ الدقيق والميه والخمير. ازاي بقى اوصل من المدخلات المتاحه عشان احصل على المخرجات المطلوبه؟ دي عمليه المعالجه. نفس القصه زي ما بنقول برنامج الكمبيوتر بينصب على الثلاث خطوات دول. ان انا بكون عايز اطلع حاجات مخرجات، وبعدين المخرجات دي بشوف ايه المدخلات المتاحه لي اللي انا المفروض ان انا ادخلها، واشوف ازاي اوصل من المدخلات دي الى المخرجات. وعمليه المعالجه دي هي عباره عن عمليه المعادلات اللي بتربط المخرجات بالمدخلات. عشان ندخل بيانات للكمبيوتر في عندنا امر في لغه الفورتران لادخال البيانات اللي هو ريد بين قوسين استريك كوما استريك. يبقى امر الادخال في الفورتران هو ريد استريك كوما استريك. بعدين بنكتب اسماء المتغيرات المطلوب ادخالها. اما جمله الاخراج عشان نخرج اشياء، فجمله الاخراج هي جمله رايت بين قوسين استريك كوما استريك، وبعدين اسماء المتغيرات المطلوب اخرج. يبقى عشان نقرا متغيرات هنكتب ريد استريك كوما استريك، وبعدين اسماء المتغيرات المطلوب ادخالها. عشان نخرج مخرجات هنكتب رايت بين قوسين استريك كوما استريك، وبعدين اسماء المتغيرات المطلوب اخرج. تعالوا مع بعض كده نشوف نعمل برنامج بسيط بلغه الفورتران. هنفتح من قائمه ستارت بروجرامز فورتران باور ستيشن، ونفتح الفورتران بتاعنا. هنجيب ملف جديد فايل مين. من الملحوظات المهمه في سطر اخضر قدامنا ظاهر عمود اخضر. العمود الاخضر ده هو يعتبر العمود السادس في الورقه بتاعتنا. عشان نكتب اي برنامج بنكتبه من العمود السابع، يعني بندوس تاب ونبدا نكتب من هنا. احنا عايزين نكتب برنامج يجمع رقمين، يعني في عندي رقمين عايز اجمعهم. يبقى ايه اللي انا عايز اخرج بيه؟ مجموع الرقمين. متغير يكون في مجموع الرقمين. طب ايه اللي انا عايز ادخله؟ الرقمين اللي انا عايز اجمعهم. يبقى هيحصل ان احنا نكتب هنا ريد بين قوسين استريك كوما استريك ومسافه اي كوما بي. يبقى ده يفهم منه اقرا اي وبي. طيب هننزل تحت شويه، ايه المطلوب ان احنا نطبعه؟ عايزين متغير ثالث وليكن سي. يبقى هنقرا الاي والبي وعايزين نطبع السي. طب ايه العلاقه بين السي والاي والبي؟ السي بتساوي اي زائد بي. هو ده البرنامج بتاعنا بسهوله. هنقرا الاي والبي، يبقى دي كده مدخلات. هنحسب السي، سي بتساوي اي زائد بي، دي كده معالجه. وبعدين هنطبع السي، دي كده اخراج. هنيجي لازم في اخر البرنامج بنكتب له ستوب واند في الفورتران. يبقى البرنامج بتاعنا بسيط جدا، بيتكون من جمله ادخال
معالجة جملة اخراج واسطوب واند دول في النهاية. طبعا ما يفرقش معانا هنا ان احنا نكتب كابيتال او سمول. هنبدأ نحفظ المسألة بتاعتنا هنسميها عطفا. عشان نشغل البرنامج ده لازم نمر بثلاث خطوات. اول خطوة ان انا اتأكد ان مفيش اخطاء من قبل بروجكت كومبايل. اداني في الاخر رسالة قال زيرو ايرورز زيرو يبقى مفيش لا خطأ ولا تحذير. هنرجع مرة تانية من كونت ويندو الملف بتاعنا اللي هو عطف 1 وهنخش على بروجكت ونقول له بيلد يعني ابني لي عاطف 1. هنخش من كونت بروجكت بيلد عاطف 1 وبرضه عمل بيلد ما بجميل الملف لو نيجي نكتشف الاخطاء وده بيعمل لي الملف الاكسيتابل اللي بيشتغل. برضه اداني 0 0 0 ورمي نرجع تاني لعاطف 1 نبدا نشغله من قائمه بروجكت اكسكيوت عاطف. فده اللي الشاشه السوداء اللي هي شاشه الادخال ونستنى ان انا ادخل له قيمه الاي والبي. هكتب له 2.3 وادوس انتر. راح كاتب لي 5 وبعدين قال لي ستوب بروجرام ترمينيتد يعني البرنامج بتاعك خلص لان انا كاتب له جمله ستوب وخلص البرنامج بتاعي. بريس ان كي تو كونتينيو وندوس انتر يشغل يرجعني تاني للبرنامج بتاعي. يبقى ده ببساطه جدا برنامج بيقرا اي وبي وبيحسب السي ويطبع السي خلص البرنامج بتاعنا. طبعا ممكن واحد يعترض يقول البرنامج تعالوا شغله تاني كده ونشوف. لو شغلت البرنامج اول حاجه وقف وما فهمتش هو عايز ايه. طب انا عايز يديني رساله يوضح لي ايه المطلوب. يعني لما اجي اقول له 2.5 هيروح مديني 7 وبرضه يخلص البرنامج. طب انا عايز يديني رساله يقول لي دخل المتغيرين اللي انت عايز تجمعهم. طب لسه هندوس هنا انتر. عايزين بقى هنقول له رايت استرك كما استرك وبين سنجل كوتيشن هقول له بليز انتر ذا تو نمبرز. دي بقى حاجه جديده. احنا قلنا رايت بيطبع المتغير لكن لما يكون في جمله بين كوتيشنز يفهم ان دي جمله اعتراضيه يطبعها على الشاشه زي ما هي. تعالوا كده نحفظ الملف بتاعنا ونعمل له بروجكت كومباين بروجكت بيلد بروجكت اكستيوت. هنلاقي اداني اول حاجه اداني رساله قال لي بليز انتر ذا تو نمبرز وب 2.5 وانتر اداني 7. يبقى خدنا بالنا ان الجمله اللي احنا جبناها في الاول دي اللي هي بين كوتيشن بين سنجل اثنين سنجل كوتيشن اللي بليز انتر ذا تو نمبرز الكمبيوتر بيتعامل معاها كانها ايه؟ كانها رساله بدون معنى طبعها شيزمية. طب انا ممكن يجي هنا برضه في الاظهار هكتب له هنا جمله اقول له ذا سام ايكوال وادي كوما. يبقى هو لما يجي يطبع هيلاقي دول بين سنجل كوتيشن يطبعوا عشان زي ما هو وبعدين يلاقي السي مش بين سنجل كوتيشن يطبع قيمتها يبقى المتغير لو مش بين سنجل كوتيشنز يبقى كده متغير يطبع قيمته. لكن اللي بين سنجل كوتيشنز دول ده عباره عن جمله اعتراضيه ما يبصش جواها لا يطبعها على طول على الشاشه. تعالوا نحفظ المساله من قائمه بروجكت كومبايل من قائمه بروجكت بيلد من قائمة بروجكت اكستيوت. هيديني رسالة قال لي بليز انتر ذا تو نمبرز هقول له 2.4 راح كاتب لي ذا سام ايكوال 6. طبعا ده كده المنظر ده افضل بكتير من الفيرجن الاولانية اللي احنا كنا عملناها. في ملحوظة بس مهمة انا عايز ان احنا ناكد عليها. ازاي الكمبيوتر بيتعامل مع جوه مع البرنامج بتاعنا لما يجي يشتغل. عشان نفهم اللي بيحصل اثناء تنفيذ البرنامج اللي بيحصل البرنامج اول ما يشتغل هيقابل جمله رايت اسرق كما اسرق لما يعرف ان هو هيطبع حاجه على الشاشه.
بس يلاقي بين سنجل كوتيشنز يقوم يعرف ان دي رساله اعتراضيه يقوم طبعها على الشاشه زي ما هي، يقوم طلع على الشاشه رساله بليز انتر ذا تو نمبرز. هيجي بعد كده يقول له ريد استريك كوما استريك اي كوما بي، يبقى هو مطلوب ان انا اقرا الاي والبي. هيعمل ايه الكمبيوتر؟ لو جينا شفنا الكمبيوتر هنلاقي فيه مخازن، في مخازن زي اللي قدامنا دي، كل مخزن فيه له عنوان في الجنب كده. فلما قلت له اقرا لي الاي والبي هيبدا يعرف ان فيه مخزن اسمه اي وبي، يقوم يحط لي هنا عنوان اي ويحط لي هنا عنوان بي، ويستناني ان انا ادخل له القيم بتاعتي. رحت انا جاي كاتب له في جملة الرايت لما واقف مستناني، رحت كاتب له 2.4، ففهم ان 2 تقابل الاي والاربعة تقابل البي. هيروح رايح واخد قيم المخازن دي ويخزنها في المخزن الخاص بيها، يقوم ياخد قيمة الاثنين ويخزنها في المخزن A وياخد قيمة البي ويخزنها في المخزن B. بعد كده يقابل جملة الحساب ان C بتساوي A زائد B، فيعرف ان في متغير اضيف الينا اللي هو C، يقوم يكتب متغير جديد ويحجز له خانة او مخزن جديد. طيب السي بقى هيطبعها، لان القانون بتاعها ان السي بتساوي الاي زائد بي، بمعنى الكلام ان الخانة بتاعت السي بتساوي الخانة بتاعت الاي زائد الخانة بتاعت البي، يعني بمعنى اصح هيعرف ان قيمة السي بستة، يوم يخزن لي في المخزن سي الرقم 6. هيجي بعد كده يلاقي رايت استرك كوما استرك، يعرف ان في مطبوعه بين سنجل كوتيشنز، يلاقي كلمه ذا سام ايكوال، يبقى يعرف ان دي كده جمله اعتراضيه، ويروح طبعها عشان زي ما هي كوما للفصل بين الاشياء وبعضها، ويلاقي السي. السي مش بين سنجل كوتيشن، فيعرف ان ده فاريبل متغير، يقوم يروح يجيب قيمته من المخزن اللي مسمى سي، يوم يطبع لي على الشاشه ذا سام ايكوال وبعدين كلمه سي وستوب وان. اظن واضح جدا ازاي الكمبيوتر بيتعامل مع المخازن اللي موجوده في الذاكره.